فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أريد أن أتصدق عن والدي، فماذا أفعل أثناء ذلك أثناء الصدقة؟ هل أتلفظ فأقول هذه أجرها لأبي، فماذا أصنع؟ يقول أريد أن أتصدق عن والدي، فماذا أصنع أثناء الصدقة؟ هل أقول هذه أجرها لأبي أم ماذا أصنع؟ هو الأصل النية، إذا نويت يكفي، إذا نويت أنها لوالدك يكفي ولو لم تتلفظ، فإذا تلفظت فهو من باب التأكيد، يجوز أنك تلفظ. نعم.